أسعد الله أوقاتكم لكل الأصدقاء والمتفاعلين مع قناة المشاهد تيفي في حلقة جديدة وفي إطار النبش التاريخي. نستحضر اليوم حلقة جديدة من حلقتنا الأستاذ والمناضل عبد اللطيف زروال الذي تم تعذيبه بشكل همجي ووحشي وشرس داخل أقبية معتقل درب مولي الشريف لعشرة أيام وبإشراف الجلاد قدور اليوسفي وزبانيته. برحيل هذا الرجل وهذا المناضل فقدت الحركة الماركسية اللينينية المغربية أحد أبرز قادتها الأفداد ومناضليها الميدانيين، الشهيد عبد اللطيف زروال، والذي لا يزال قبره مجهولا. اتصف حسب كل الكتابات التاريخية وحسب ذكريات رفاقه بخصالات عديدة، أولها عشقه للحياة وعشقه للوطن وعزمه وصرامته النضالية التي لا تلين واهتمامه بأبسط الأشياء في الحياة اليومية مع الانضباط الذاتي وانخراطه في قضايا المجتمع المغربي، مما أضفى عليه نوعا من الكاريزماتية الخاصة. من يكون عبد اللطيف زروال؟ أين ولد؟ كيف كانت نشأته؟ وكيف كان تعليمه؟ وكيف كان مستواه المعيشي؟ وكذلك كيف انخرط والتحق بمنظمة إلى الأمام؟ وكيف اعتقل؟ وكيف عذب؟ وكيف ظل مصيره مجهولا؟ مسارات عبد اللطيف زروال نخصصها في هذا الفيديو، يعني من بداية المسارات الأولى إلى سنوات الاعتقال المريرة. هذا الطفل هو عبد اللطيف زروال، يعني من عائلة متواضعة كثيرا من مدينة برشيد. ولد سنة 1951. بعد نيله يعني خلال 17 من عمره نيل شهادة البكالوريا، التحق بكلية الآداب بالرباط شعبة الفلسفة وحصل على الدبلوم يعني الإجازة. ثم قضى فترة تكوين بالمدرسة العليا للأساتذة، ثم تخرج أستاذ بمدينة سطات ليعود إلى مسقط الرأس. خلال هذه الفترة عمق عبد اللطيف زروال معرفته القرائية وكذلك بنصوص كارل ماركس ولينين وبالمدرسة والنهج الاشتراكي، وكذلك تعمقه في هذه النصوص الماركسية بشكل كبير جدا خلال هذه السنوات الدراسية وكذلك خلال سنوات التكوين بالمدرسة العليا للأساتذة. انخرط تنظيميا في البداية بجماعة أنيس بلافريج، والتحق مناضلا في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أوطيم، ثم التحق إلى زخم هذه المنظمة خلال بداية السبعينات، خصوصا 1970، إلى منظمة إلى الأمام، ولم يتجاوز عمره 17 ربيعا، لكنه بحمولته الثقافية وبحسه النقدي الكبير سيساهم بشكل فعال وجذري في إرساء اللبنات الأولى والبرنامج الإيديولوجي لحركة إلى الأمام، والتي جسدت رياضة النضال وزخمه خلال فترة السبعينات ومساغه من ثوابت مرجعية وتقدمية هدفت إلى فهم الواقع المغربي من منظوره الخاص. يمكن تقسيم حياة عبد اللطيف زروال إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة والدراسة، وهي مرحلة عادية كأيها الناس، يعني ما كانش فيها شيء الكثير من الأشياء التي يمكنه، باستثناء أنه كان ذكيا ومواظبا وكان يمتاز بحس نقدي وكان يتواصل بشكل جيد واجتماعي، يعشق الخير ويحب هذا الوطن.
المرحلة الثانية هي مرحلة ممتدة يعني من سنة الانخراط في سنة 1970 إلى سنة 1974، توثق بجلاء لدور عبد اللطيف زروال أو الأستاذ عبد اللطيف زروال في بلورة نظرية ماركسية لينينية، يعني تتشبع إلى حد ما بالمقولات المغربية. عمل كمرشد للعمل من أجل بناء هذا المجتمع الاشتراكي المغربي الذي كان يحلم يعني تكوين الحزب أو النظام الشيوعي ومواجهة البرجوازية والإمبريالية. ونجد في وثيقته سقطت الأقنعة فلنفتح طريقة الثورة، سقطت الأقنعة فلنفتح طريقة الثورة، مجموعة بناء مجموعة من المفاهيم المؤسسة لانسحاب حركة إلى الأمام أو من حزب التقدم من حزب التحرر والاشتراكية. وفي هذا السياق كانت مساهمته فعالة، يعني عبد اللطيف زروال مساهمة فعالة وقوية لصياغة الإطار النظري للحركة، أهمها تشخيص التناقض داخل المجتمع المغربي، بناء مفهوم الثورة، بناء مفهوم الديمقراطية الشعبية، وبناء مجموعة من المفاهيم مثل الجبهة الوطنية والديمقراطية الشعبية، وكذلك دور هذه الطبقة العاملة في إرساء التغيير وفي مفهوم الكفاح الجماهيري، وهي العديد من المفاهيم تنتمي للنهج الماركسي. كذلك مفهومه للمنظم والطويل لبناء الحزب الثوري وللطبقة العاملة والفلاحين والكادحين بالاستناد إلى المرجعية الماركسية اللينينية. بناء على هذا التحليل الملموس للواقع وتبني الهيكلة الحزبية في حركة إلى الأمام في إطار التفاعل بين القمة والقاعدة والنظرية والتطبيق، سعى عبد الطيب زروال إلى تمثل وإدماج هذه المسارات الماركسية الناجحة، ولا سيما تجربة ماو تسي تونغ والثورة الثقافية، وكذلك القطع مع النهج الستاليني أو ما يسمى بنهج جوزيف ستالين. خلال هذه المرحلة، يعني خلال هذه المدة ديال 4 سنوات، يعني شهدت الحقبة اعتقالات واسعة في صفوف حركة إلى الأمام، مع ما صاحبها من انقلابين عسكريين وأحداث دار مولاي بوعزة. وقد عُذب، يعني تم اعتقاله يوم 5 نوفمبر 1974، وعذب بشكل جهنمي وكبير نتيجة صموده أمام الجلادين حتى وفاته يوم 14 نوفمبر 1974، يعني لمدة ديال 10 أيام، وهو من ساغ كراس كيف نتجاوز القمع ونصمد في وجهه. ترك العالم بعد أن كرس كل شبابه لبناء الحزب البروليتاري وحزب الفلاحين تحت نيران العدو كما يسميها في أدبياته، وشتات الإقطاع ومقاومة حقارة الإمبريالية، دفاعا عن مجتمع مغربي متحرر ينعم بالآدمية والديمقراطية والشراكية والعدالة الاجتماعية، وتنمحي فيه أشكال الاستغلال للإنسان. الحقبة الثانية في مشروع أو في تنظيم حركة إلى الأمام تعود بنا إلى الفترة الممتدة ما بين 74 و 76، بحيث استمر الناجون القلائل من البطش والتعذيب وهروبهم سواء خارج المغرب إلى المنافي في مواصلة الكفاح، لا سيما بين صفوف الطلبة داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذلك مجموعة من المثقفين، وعلى مستوى الإطارات الجماهيرية والنقابات العمالية والطلابية والجمعيات الثقافية، مع ضعف تأطير الطبقة العاملة. لكن من جديد تتحرك آلة النظام القمعية وتعتقل باقي العناصر القيادية سنة 1976. المرحلة الثالثة وهي المؤرخة
بين سنوات 1976 1985 عبر السعي إلى بناء تنظيم حركة إلى الأمام مرة ثانية وبشكل جديد وتشكيل قيادة جديدة، كلما استطاعت القيادة الأولى أو تعويضها بعد نضالات مريرة داخل المعتقلات السرية والسجون الرهيبة وإجبار النظام على إجراء محاكمات علنية، حولها الشباب اليساري إلى فضح السياسات المخزنية القائمة والدفاع في ذات الوقت عن أطروحاتهم المناهضة للمجتمع القديم. صدر الحكم بالسجن المؤبد غيابيا في حق عبد اللطيف زروال خلال محاكمة الدار البيضاء سنة 1973، أما والده فلم يعرف حقيقة مصيره سوى لحظة محاكمة رفاقه سنة 1976 الذين أكدوا له خبر وفاته واستشهاده، بحيث نقل جثمانه إلى مستشفى ابن سينا بالرباط بدعوى موت طبيعي وبهوية اسم مغاير هو عبد اللطيف بن عبد القادر المزداد بتفروت. وآخر ما توصل به والده الرسالة التي تقول: سلم على أمي، سلم على أمي وعلى أختي التي تركت عندها جنينا لست أدري هل هو هل وضعت أم لا، أهو ذكر أم أنثى. أعذرني يا والدي، أعذرني يا والدي العزيز، لقد صنعتني توريا، لقد كان بودي أن أعمل إلى جانبكم لأساعدكم على الرفع من مستوى عيش الأسرة، لكن يا أبي صنعتني توريا، أنا الذي صنعتني تائرا يا أبي. وضعية الفقراء في بلادي، إني أرى الفقيرات من بنات وطني يتعيشن من شرفهن. وضعية بلادي لم تتركني أساعد الوالدين والأسرة والإخوة لرفع من مستواهم المعيشي، صنعتني تائرا. للإشارة، أثناء البحث عن عبد اللطيف زروال اقتيد الأب من قبل الشرطة السرية إلى كوميسرية درب مولاي شريف واحتفظ به حتى ساعة اعتقال الشهيد عبد اللطيف زروال الذي خضع لحصص تعذيبية على مسمع من أبيه. في السنوات الرصاص التي لا نتمنى أن نعود إليها تكثر الحكاية، وحكاية اليأس وكذلك حكاية المنافي وحكايات الاعتقال والزنازين والتزمماريات. نتمنى أن لا أعود إلى هذه الحقبة وأن تكون درسا وموعظة لصناع القرار في هذا البلد السعيد. كان معكم عبد الله الساورة، إلى لقاءات متجددة بحبل الله، كل المنى، لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وبتفاعلكم وبدعمكم المستمر للقناة، بدونكم نحن لا شيء، كل المنى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.